رائحة غريبة انتشرت بمناطق عدة في بغداد، أقلقت الأهالي وازدادت الحالة الصحية لمرضى الربو سوءاً. فما القصة؟ الراصد الجوي العراقي صادق العطية أكد أن خرائط التلوث البيئي تشير إلى زيادة في كميات ثاني أكسيد الكبريت في أجواء بغداد، مضيفاً أن استنشاق ثاني أكسيد الكبريت يزيد من خطر التعرض إلى مشكلات صحية كالسكتة الدماغية وأمراض القلب والربو وسرطان الرئة والوفاة المبكرة، كما أنه يؤدي إلى صعوبة في التنفس خاصة للذين يعانون من حالات مزمنة. خبراء البيئة من جهتهم اعتبروا أن الدخان الكبريتي ليس قاتلاً، لكنه يؤثر سلبياً على جودة الهواء، وأن تراكيزه العالية تسبب الاختناق. حتى كتابة وتسجيل هذا التقرير، رائحة الكبريت ما زالت تحتل أجواء العاصمة بغداد، فهل هناك حل جذري للتخلص منها؟